اكدت سعاده الدكتوره جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني رئيس مجلس الشورى رئيس الشبكه البرلمانيه للسيدات البرلمانيات في افريقيا والعالم العربي ان مشاركه المراه البرلمانيه البحرينيه في المحافل البرلمانيه الدوليه يعد تصديرا لنموذج مملكه البحرين في مجال دعم وتمكين ورياده المراه وخلال تراسها لاجتماع الشبكه البرلمانيه للسيدات البرلمانيات في افريقيا والعالم العربي في مدينه مالابو بجمهوريه غينيا الاستوائيه، اوضحت الدكتوره الفاضل ان الشبكه تعمل بكل جد على بناء شراكات دوليه واقليميه تسهم في تحقيق هدف تقويه دور المراه في الحياه السياسيه. وبينت سعادتها ان اجتماع الشبكه البرلمانيه للسيدات البرلمانيات في افريقيا والعالم العربي يعكس الالتزام الجماعي بقضيه مهمه وحيويه وهي العمل على تعزيز حضور المراه ومشاركتها الفاعله في الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه.